ما هو العلاج المناعي؟ يتم علاج السرطان حتى الآن بالاعتماد على العمليات الجراحية وعلى العلاجات مثل العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، ولكن أدى ظهور نوعين جديدين من العلاجات في الآونة الأخيرة إلى إثراء مكافحة السرطان، ألا وهما العلاج المناعي والطب المتفرد، العلاج الموجه. ويرتبط هذان الأخيران في معظم الأوقات بالعلاجات الشافية والجراحة. ما هو المبدأ الذي يتركز عليه العلاج المناعي؟ سوف تعمل العلاجات على تعديل وتحفيز الدفاعات الطبيعية للمريض لكي تتمكن من التعرف على الخلايا السرطانية والتخلص منها. فقد اتضح أن لدى جسمنا نظام دفاعي طبيعي خاص به بمقدرته التفريق بين الخلايا السليمة الذات والخلايا الخارجية أي الغازية الخطيرة غير الذات. هذا النظام الطبيعي هو الجهاز المناعي، إنه شرطة أجسادنا التي تقوم بدوريات، وعندما تلاحظ مشكلة فإنها تتدخل للقضاء عليها. لفهم العلاج المناعي يجب معرفة كيفية عمل الجهاز المناعي قليلا. يجب أولا معرفة أنه يتكون من أنواع متعددة من الخلايا التي تشمل، من بين أمور أخرى ما يلي: الخلايا التائية القاتلة، الخلايا البلعومية، الخلايا المقدمة للمستطب التي يصطلح عليها اختصارا بـ CPA بالفرنسية أو APC بالإنجليزية، وهي مدققات الهوية وغيرها المزيد. تجرى هذه الخلايا المقدمة للمستطب دوريات في جسمنا باحثة عن الدخيل غير الذات، وهي تعمل كالتالي: تفحص الخلايا المشتبه بها، عندما ترصد الدخلاء تطلق الإنذار وتضاعف عدد الخلايا التائية القاتلة التي تصد الدخلاء وتتخلص منها لكي لا تتكاثر وتسبب الأمراض. إذا كان النظام يعمل بصورة جيدة فهو لا يستهدف سوى الدخلاء ولا يفسد نظام الخلايا الذاتية. تأتي الخلايا السرطانية من الشخص المريض فهي تشبه إذن الخلايا العادية لدينا، إنها الذات المعدلة. ولأنها تتشابه كثيراً تتعرف الخلايا التي تحمينا على عدد كبير منها كجزء من الذات رغم كونها من الذات المعدلة. وكنتيجة لذلك يصبح من الصعب صناعة واستعمال علاجات تهدف إلى التخلص فقط من الخلايا السرطانية دون المساس بالخلايا السليمة، وهنا يتمثل هدف العلاج المناعي. وتجدر الإشارة إلى وجود أصناف متعددة ومختلفة من العلاج المناعي. توجد هناك أعراض جانبية، هناك خطر لدى بعض المرضى وفي أنواع معينة من السرطان يتمثل في أن يهاجم النظام المناعي الخلايا السليمة للذات، هذا من جهة. ومن جهة ثانية لوحظ أن العلاج المناعي فعال ضد عدد من أنواع السرطان فقط لدى بعض المرضى، 1/4 في الوقت الراهن. تعتبر التجارب السريرية ضرورية للتحكم في استعمال المسارات المستقبلية التي يفتحها العلاج المناعي وحده أو بالاشتراك مع علاجات أخرى، وإن هذه العلاجات بالعلاج المناعي خاصة جدا بكل مريض. ونذكر من بين مجالات الدراسة ما يلي: تحسين النتائج المحصل عليها باستخدام العلاج المناعي فقط كعلاج، الارتباط بعلاجات مختلفة مثل العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج الهرموني وأوجه التآزر بينهما، معرفة أفضل بجهاز المناعة لدى المريض. من المهم ملاحظة أنه لدى الأطفال أو المراهقين يكون الجهاز المناعي في مرحلة نمو معينة، ليست تلك الخاصة بالبالغين. يجب أن تكون البحوث إذن مختلفة. خلاصة: العلاج المناعي هو مجموع العلاجات التي يستخدمها جهازنا المناعي لمحاربة أنواع السرطان. ترتبط تتحد هذه العلاجات مع علاجات أخرى. إنه مسار علاجي يجلب الأمل، لكنه لا يصلح لجميع المرضى وجميع أنواع السرطان، ويمكن أن تكون هناك أثار جانبية خطيرة. من الضروري إذن القيام بالعديد من الأبحاث الإضافية، وخاصة فيما يتعلق بسرطان الأطفال. الأجسام المضادة هي جزئيات من عائلة البروتين، وهي على شكل Y. يصنع جسدنا المليارات من كل الأنواع، وكل نوع مرتبط بعمل خاص.
إذا وجد الجسم المضاد هدفه فإنه يتعلق به، وفي بعض الحالات يرسل إشارة إلى جهاز المناعة لإحداث رد فعل. وقد تكون ردة الفعل هذه عبارة عن استدعاء للخلايا التي سوف تتدخل لتدمير الدخيل الذي تم التعرف عليه. ونحن نعرف اليوم في المختبر كيفية صناعة أجسام مضادة تؤدي عملا واحدا محددا، ونحن نعلم أيضا كيفية مضاعفة هذا الجسم المضاد بكميات كبيرة. هذه هي الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وحيدة لعمل واحد، ونسيلة لأنها تتضاعف بشكل متماثل. تحمي الخلايا السرطانية نفسها من الخلايا التائية القاتلة عن طريق إبطاء هجماتها أو منعها، وهي آلات مثبطة للمناعة تقلل دفاع جهاز المناعة. هنا مثال على التثبيت. يمكنها تشغيل بروتين موت الخلية المبرمج 1 للخلايا التائية PD1. ما هو PD1؟ إنه برنامج يعطل الخلايا التائية. يكون عادة هذا البرنامج نقطة تفتيش في جهاز المناعة لدينا، فهو يسمح له بإيقاف الخلايا التائية حتى لا تتسبب أمراض المناعة الذاتية أي ضد خلايانا. ولكي تكون الخلايا التائية فعالة ضد الخلايا السرطانية، يجب أن يتم توقيف هجومها أو إبطاء سرعتها. لمساعدتها يمكن استخدام جسمين مضادين وحيدي النسيلة، واحد يحمي بداية برنامج PD1 والآخر يمنع الخلية السرطانية من العمل. من الضروري حذف هذه العقبة لمهاجمة الورم بشكل أفضل. يقول الأطباء لابد من إزالة تثبيط الجهاز المناعي في مواجهة الورم. وقد حدد الباحثون أجساماً مضادة مختلفة تعمل على تنشيط أو منع العديد من البرامج لتحفيز خلايانا. يجب علينا الآن أن نجد كيفية استخدامها بفعالية. مضادات الأجسام ثنائية الخصوصية. يتم تصنيع الجسم المضاد ثنائي الخصوصية في المختبر. إنه نوع من الارتباط بجانبين. سيرتبط أحد الجانبين بالخلية السرطانية والآخر بالخلية القاتلة، وبالتالي فإن هذا الارتباط سيجعل من الممكن إطلاق إجراءات للقضاء على الخلايا السرطانية، مثل استدعاء الخلايا القاتلة الأخرى وإطلاق منتج يقتل الخلية السرطانية. تعطي هذه التقنية نتائج جيدة لبعض أنواع سرطان الدم، ويجري البحث في مجموعات مختلفة من نقاط التعلق. دعونا نتحدث عن خلايا CAR-T، وهي اختصار تعني الخلايا التائية لمستقبل المستطد الخيمري، ويشكل استخدامها تقنية أخرى لعلاج السرطان. مبدأها هو تعديل الخلايا وراثياً، يطلق على هذا التعديل اسم الكمير، في إشارة إلى المخلوقة الإسطورية التي هي نتيجة خليط من حيوانات مختلفة، إذ نضيف هنا اصطناعياً عنصراً إضافياً لخلية موجودة. ولأغراض هذا العلاج سنأخذ أولاً الخلايا الليمفاوية التائية من الشخص المريض، وتسمى أيضاً الخلايا التائية القاتلة، ثم يتم تعديلها في المختبر. ونظراً لأن هذه خلايا تنتمي إلى هذا الشخص، فإن كل خلايا CAR-T التي سيتم إنتاجها ستكون خاصة جداً به. يتم اختيار العنصر المضاف حسب المرض والهدف المقصود. فعلى سبيل المثال، يتم استخدام جزيء CD19 للخلايا السرطانية بالنسبة للأورام الليمفاوية، وبالنسبة للأمراض الأخرى سنختار عنصراً آخر. هذا العنصر هو جسم مضاد أحادي النسيلة، هدفه هو مستطد CD19 المكمل له، مثل مفتاح مرتبط بقفل فريد. لإضافة هذا السلاح الجديد نقوم بتعديل الشفرة الجينية للخلية، تماما مثل إجراء تحديث على برنامج حاسب آلي. سيعمل هذا الجسم المضاد أحادي النسيلة المضاف كحربة كاشفة تتعرف على هدف معين وتلتصق به. وها هي النتيجة، خلية قاتلة خارقة تقوم بالتكاثر ويتم حقنها من بعد للمريض. بالنسبة لبعض مرضى اللوكيميا، فإن استخدام خلايا CAR-T يعطي نتائج جيدة جدا. تسمع هذه الحربة الكاشفة الخارقة للخلايا التائية الجديدة بالعثور مباشرة على الخلايا السرطانية وتنبيه الخلايا التائية الأخرى وتدمير الخلايا التي تم التعرف عليها.
التطعيم العلاجي. يمكن استخدام اللقاحات لعلاج السرطان. نعم، قد يبدو الأمر غريبا لأنه عادة ما يتم استخدام اللقاح من قبل حتى لا نمرض، إنه وقائي. يتوفر هذا النوع من اللقاح لبعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان عنق الرحم وسبعة مواضع أخرى، كلها ناجمة عن فيروسات الورم الحليمي البشري، وتضع اختصارا HPV، التي تصيب الخلايا وتسبب السرطان. في العلاج المناعي سوف نستخدم مبدأ التطعيم لعلاج السرطان أثناء مرضنا. نوع علاجي: تأتي الخلايا السرطانية من الخلايا الخاصة بنا، أي من الذات، وهي بالتالي ذات معدلة قريبة جدا من الذات، لذا يتحملها جهاز المناعة ويواجه أحيانا صعوبة في التعرف عليها. علينا أن نجعله يتعرف على الهدف الصحيح ونثقفه. إذن فلنعد إلى المدرسة. يبقى مبدأ التطعيم هو نفسه دائما مهما كان المرض: تثقيف جهاز المناعة لدينا لنعلمه كيفية استهداف الخلايا السرطانية بشكل فعال. أولا، التعرف على الهدف: مستطد الخلية السرطانية. ثم تدريب خلايانا لكي تشمل الجسم المضاد الصحيح، الحربة الكاشفة لاستهداف هذا المستطد. نحن على استعداد. من أجل تثقيف جهاز المناعة لدينا للتعرف على الهدف المراد مهاجمته، توجد استراتيجيات وتقنيات مختلفة للتطعيم، سواء لأنواع السرطان أو الأمراض الأخرى. Thank you.